اللي يحضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه، بس اللي يحضر نفسه للمحاضرة قبل ما يحضرها يبقى ده الوحيد اللي بيقدرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حضرها لو بتقدرها. الحلقة اللي فاتت خلصنا انظمة الاضاءة، والحلقة دي هنتكلم عن انظمة الباور. طبعا واحد دونجوان في شياكتك دي ما ينفعش ينزل من البيت من غير ما يحدد دقنه ويستشور شعره ويظبط مشاعره، بس معاناة كل يوم ان اقرب فيشة في الحمام موجودة جنب الباب، فيتستشور من غير مراية يتقضيها بالمشاطة. انتوا بتسموها الفيشة واحنا بنسميها البريزة، بس اسمها العلمي مخرج كهرباء. عارف استشوار اللي خلك جابهولك من الامارات بس فيشته صابعها مستطيلة ومش راضية تركب في البريزة اللي جنب المراية عشان فتحتها مدورة فبتروح تسرح جنب الباب؟ اهي البرايز دي ليها انواع واحجام مختلفة، في برايز عادية وبرايز صناعية وبرايز بمفتاح وبرايز بتركب في الأرض وبرايز بتركب في السقف، برايز ضد المية وبرايز ضد البكتيريا وبرايز ضد الانفجار وليلة كبيرة. ولكل البرايز دي في طرق كتير للتركيب حسب الأنواع والاستخدامات. البرايز بتتوزع في المباني على حسب الفرش والاستخدامات لو عارفينهم، ولو مش عارفين بنوزع حسب الكود. في بقى أحمال تانية مش من اختصاصاتنا بس لازم نوفر لها التغذية الكهربية، يعني الصالة دي محتاجة تكييف 1.5 حصان ولا 3 حصان، ده اللي هيحدده مهندس الميكانيكا مش انت، بس انت لازم توفر له التغذية الكهربية المطلوبة. حتى التكييف المركزي بأنواعه في المباني الكبيرة. وغير التكييف في أحمال ميكانيكية تانية زي أنظمة مكافحة الحريق ومراوح طرد الدخان ومضخات المية اللي بتغذي شبكة المية في المبنى. وبعد كل ده هنتعلم ازاي نعمل الشغل ده على الأوتوكاد، وهنعرف ازاي نحدد غرف الكهرباء المطلوبة. اتأكد انك عرفت انواع الاسقف كلها وعرفت الفرق بين العواميد والحوائط، ورجع الاوتوكاد كويس وتجيلي فايق ومصحصح كده المحاضرة الجاية.